انا بقى عايز اعمل شويه رز بطعم الفراخ دي. اعمل ايه؟ اشيل كل حاجه هنا واروق الدنيا وانت قاعده كده بتتفرجي. عنوان مطبخنا بساطه سهوله مرونه. البساطه في ايه يا عم الشيف؟ ان انا بسهل عليك تخش المطبخ تعملي الاكل اللي ولادك بيحبوه. السهوله في ايه يا عم الشيف؟ ان اللي موجود عندك في الثلاجه اللي في المطبخ هتستخدميه بدون تكلفة عالية. المرونة فيا يا عم الشيف بدايل كتيرة. مش موجود رز نعمل فريك، مش موجود فريك نعمل برغل، نعمل مكرونة. يعني ما نقفش ان انا شفت الشيف المغازي بيعمل رز يبقى لازم رز. هي دي المرونة. يعني لما نكون قاعدين في قعدة مثلا وفي مشاكل، ففي المرونة في الكلام، مرونة في الحديث، مرونة في حل المشكلة بتتحل. نفس الموضوع ده في المطبخ. خلي عندك مرونة تقدري ليكي بدايل كتيرة قوي. هاخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع للتركيه بتاعه المغازي واسرار المطبخ. مش هقول غير لما نرجع فاصل. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل والتركيه اللي الجميع طبعا عايز يشوفها. مكان تحمير الفراخ يا عم الشيف، بنزل كده. ده المطبخ. عايز اعمل شويه رز زي ما قال الكتاب. الله. واسيب الصينيه دي على النار كده على ما نشوف هنعمل ايه دلوقتي حالا. تعالي بقى روحي مطعم وتاكلي الرز بالطعم ده وبالحلاوه دي. عايز اظبط النار بتاعتي عشان اعمل شويه رز حلوين قوي، عشان الرز بياخد وقت كبير على النار. حلو قوي. طاسه معايا هي زي الفل، بشيل الغطا ده كده. حلو قوي. وعندي بصلايه ناعمه، معلقه زيت زيتون صغيره. عايز اعمل شويه رز طعمهم حكايه. وادي زيت الزيتون. الخير والخبره الطهويه في الصينيه اللي على النار. واحط البصلايه دي كده وانزل بالرز بتاعنا. رز بسمتي اهو. مقادير الرز البسمتي على الشاشه وعنوان الحلقه بتاعت النهارده بساطه سهوله مرونه. الله عليك يا شيف. بساطه سهوله مرونه. نقلب كده وانا بقلب الرز ده. بدلعه بشوية توابل عربية زي ورق لورو، زي القرفة القرنفل، زي القرفة كده اهو في قلب الرز ياخد الطعم العربي. حلو. وأقلب كده يا عم الشيف وأسيب الرز ياخد تحميصة شوية على النار، لأن أنا واثق من اللي انا بعمله. ايه هي؟ في حل على النار او في صينيه على النار نتيجه احمرار الفرخه والبصلايه والتومه. يلا مع بعض، يلا مع بعض نشوف الخبره الطهويه. اهو 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 اهو. يا ويلي يا ويلي، خلص الموضوع. ايه البساطه دي يا شيخ؟ انا خليك تخش المطبخ ده وانت كل يوم عايز تخش المطبخ. حط دي على النار الشديده ونقلب. خلص الرز. تعالي بقى انت كل شويه رز بالطعم ده بره مستحيل، والرهان على انك انت تعمليه وانت كلت رز بره قبل كده. طعم الفراخ، طعم التوابل، طعم البصله اللي اتحمرت، البيون والجوس اللي نزل من الفرخه نزل في قلب الجريلا. نغطي الرز بتاعنا ده كده ونكمل الحلو بتاعنا. اللهم صل على النبي. تمام. نروق الدنيا دي كده. الرز بتاعنا على النار. واطلع الرز يا مغازي لما يستوي اهو، طالما بيغلي نبص عليه. مخرجنا الجميل، شوف الحلاوه. شويه رز بطعم الفراخ. الطعم جه منين؟ دي مدرسه بقى، لازم تتابع الحلقه من الاول. خلي بالك ده مهم جدا. حمرنا الفراخ بعد ما تبلناها تتبيله فولاذيه، حمصناها في قلب الطاسه وحمرناها جريلا. سيبنا الفرخه تستوي شويه
بعدين خدنا الفرخه مع صوص طماطم دخلناها الفرن، مكان تحمير الفراخ خدنا ميه غلت على النار، نزلنا بالرز، نزلنا ببصلايه حلوه، التوابل موجوده، كل حاجه موجوده. هنغطي الرز تاني. خلينا نشوف الرز الاول اخباره ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ هو ده. طبعا احنا بنروح بعض المطاعم بنلاقي الرز ده لونه جميل وحلو بالزعفران. بيجي اللون ده بقى الزعفران ده منين؟ تصلي على الحبيب كده؟ بناخد شويه زعفران حلوين زي ده كده؟ كمان واحده بس خلاص، ونخلي دي كده. ده يلون حاجات كتيره قوي زي ما هو كده، لسه ما خلصتش، ومع معلقه زيت صغيره. حلو. الرز بيتلون ازاي يا شيف؟ زي ما انا هعمل دلوقتي حالا. شوف الرز. خد لون. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ خلاص ما تقلبوش كتير، نغرف الرز بتاعنا عشان نتفرج على الفراخ. الله، الطبق الحلو ده كده. مهم جدا وانت بتعمل الطبق ده تحط في الاعتبار ان ولادك عايزين نفس الشكل اللي بياكلوه بره. بره بتلاقي الرز كده على صينيه وعليه الفراخ او عليه المندي او عليه اللحم زي ما بنشوفه بعض المطاعم. الله، حلوة. تمام. عنواننا بساطة سهولة مرونة. الكلام ده منين يا شيف مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.